مشاهدي قناة لوسات تي في مرحبا. بعد موسم شاق وتنافسية كاد خلالها فريق أستاد الرياضي المغربي أن يصعد لقسم الصفوة لولا سوء الطالع، فرغم ذلك يواصل فريق أستاد الرياضي المغربي بكل عزيمة وإصرار استعداداته لهذا الموسم الرياضي. لهذا الصدد يسعدنا نستضيف رئيس الفريق جمال السنوسي لتسليط الضوء أكثر على آخر الاستعدادات لهذا الموسم الرياضي. بداية سي جمال مرحبا. شكرا على الاستضافة. نعم، في هذا السياق ما هي الجزئيات اللي خلات الفريق ما يصعدش هذا الموسم لقسم الصفوة؟ وكما قلتي بأن الفريق دار موسم كبير وتنافسي وكان على مرمى من حجر أنه يصعد للقسم الأول الاحترافي، لكن كما قلت الجزئيات اللي لعبات فلا في بداية الموسم ولا في آخر آخر الموسم. بداية الموسم أن الاستعدادات كما كتشوفوا هذا الملعب هذا كان في الإصلاحات ديالو، كالإعادة أو إعادة التعشيب ديالو وإعادة الهيكلة ديالو، لهذا ما كانش واحد الاستعداد اللي متواصل يومي، لأننا كنا كثيرين الانتقال ما بين ملعب يعقوب المنصور، مشكورين الإخوان ديال يعقوب المنصور، ولكن وكذلك بالملعب البلدي تمارا، مشكورين الاخوان ديال تمارا. اذا كانت الاستعدادات ربما متقطعه بعض الشيء، ملي ما كتكونش في الملعب ديالك وبين الاسوار ديالو فما يمكنلكش انك تستعد بما في بداك الشيء اللي بغيتي او بداك الحجم اللي بغيتي. الاستعدادات بدات مع السي بوهلال، ومن هذا المنبر كثير كنشكره لانه هو اللي قام بالعمل الاساسي والجيد، هو والزميل ديالو هشام الصحفي هو اللي سهر على الاستعدادات الاوليه، هو اللي دار الترقيب على اللاعبين، هو اللي انه مشى في المرحله ديال الذهاب كله يلا خسر مقابله واحده وان كان الفريق يستضيف خارج الديار ديالو. فمن هذا المنبر كنشكره لانه حقيقه من لم يشكرين ولا يشكر الناس ف او العكس. نعم نعم، فهمتي. اذا هذه من جمله الاكراهات اللي كانت. نعم نعم، هذا الموسم فريق أستاد المغربي عازم بكل عزم انه ينافس من اجل مقعد القسم الوطني الاول. في هذا السياق فاداره الفريق تعاقدت مع اطار كوف متميز سي عيش، لو حبيت ان تكلمنا اكثر على هذا العقد اللي الان مع المغرب الجديد. الان فريق نادي الصاد المغربي ما بقاش عنده الحق انه يلعب شي حاجه اخرى في تنشيط البطوله، لان الان المهمه ديالو كبرات وهي البطاقتين اللي غادي تؤدي للصعود، يخص انه ياخذ وحده منها. لهذا الصدد فكانوا مجموعه ديال السير الذاتيه ديال المدربين، ولكن رأينا أننا نشوفوا سمير يعيش أولا باش يبدا معنا وباش تكون البصمة ديالو من الأول، ويكون هو المشرف والمهيئ على النادي. وشفنا فيه واحد المجموعة ديال المواصفات اللي أنا يمكن تمشي مع السياسة العامة ديال النادي وديال المكتب وديال اللاعبين، فقنعنا هذا الانسان الخالق اللي حقيقه حتى من خارج الرياضه فهو انسان خالق انه يجي ويدير يبني معنا هذا المشروع هذا. والهدف ديالو هو اننا نمشيو للقسم الوطني الاول احترافي السنه المقبله ان شاء الله. نعم نعم. كسؤال اخر بالنسبه للانتدابات اللي قام بها الفريق الصاد المغربي، لان الموسم غادي يكون تنافسي، اكيد ان اداره الفريق ارتأت انها تعاقد بمجموعه من اللاعبين من اجل ضخ دماء جديده في الشرايين الفريق لهذا الموسم الرياضي. اولا الفريق حافظ على التركيبه البشريه ديالو بواحد 85% او حتى 85%، باقيين جوج ديال اللعابه ولا ثلاثه ديال اللعابه اللي تم الانتدابات ديالهم، لانهم معروفين وابانوا على علو كعبهم في فرق اللي لعبوا معها المواسم الماضيه. تبقى تحضرني اسماء وتغيب عني اخرى، ولكن غادي نقول لك بحال امين الطغوري لاعب اللي جا من اتفاق المراكشي، لاعب اخر جبناه من فريق ادرار السوس واللي تيلعب جناح ايمن وقلب دفاع،
كذلك. إذن غادي نخليو كاينين دابا الان مجموعه ديال اللاعبين تحت التجربه، واللي غادي يفصل فيهم هما الاطار التقني اللي غادي يشرف غدا ان شاء الله على اول حصه تدريبيه، هو اللي غادي يشوف الخصائص في المراكز اللي خصو باش يتحملوا، باش الاداره التقنيه والمدير الرياضي والمدرب والمساعد ديالو يتحملوا المسؤوليه التقنيه 100%. نعم، فريق الصد المغربي معروف عليه انه تيعتمد على الشباب ديال الفريق لانهما حاملي مشعل الغد. في هذا الاطار قمتم بدوره اعتقد لتنقيب على المواهب اقل من 25 سنه، لانهما كما قلت هما اللي يمكن لهم يرفعوا الرايه الوطنيه، خاصه فريق الصد المغربي للامام. اقل من 20 سنه. نعم. هو التنقيب اللي كان واللي تعزلوا منه واحد العشره ديال اللاعبين اللي غادي ينضموا للفئات الصغرى. الابعد من هذا وذاك ان البارح في الجامع العام تمت اتفاقيه ديال شراكه واللي هي غادي تهم ما بين اسبانيول او اكاديميه اسبانيول ديال برشلونه، واللي من خلالها غادي يجيو مؤطرين من اسبانيا باش يأطروا اللاعبين ديال الصد المغربي اللي اقل من 10 سنوات 11 سنه و15 سنه. اذا هذه الاكاديميه غادي تكون اللي غادي تشرف على هؤلاء الشباب ولا هؤلاء اللاعبين المستقبليين، واللي في الحقيقه اللي غادي يبين على 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 المؤهلات ديالو، غادي ينتقل لاكاديميه برشلونه، وفريق الصد المغربي دائما سيستفيد ماديا من هذه العمليه، ومن جهه اخرى سيستفيد من اللاعبين مكونين احسن تكوين اكاديمي. نعم، فهاد الشق هذا هو اللي غيجرني السؤال عليه، على اتفاقيه الشراكه اللي برمتوا مع اكاديميه برشلونه من اعرق او من بين اعرق اكاديميات باوروبا. فهاد السياق ما هي الفئه التي ستستفيد؟ هل هناك ذكور اناث؟ واش غتكون واحد مقابلات وديه ما بين الصد المغربي وكذلك ما بين اكاديميه برشلونه باش يكون هناك واحد يعني صقل التجربه اكثر؟ اي للتوضيح، دابا الصد المغربي غير ستؤطر من طرف الاكاديمي ديال برشلونة ديال اسبانيول برشلونة، يعني هاد الوليدات غادي يلعبوا تحت لواء فريق الصد المغربي. نعم. المؤطرين اسبان. المشرفين اسبان ومغاربه. هذا ما كتهمش على الفئه الذكوريه، ولكن كذلك الفئه ديال النسوه ان شاء الله اللي غادي يكونوا كذلك في اطار السياسه اللي كتنهجها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، الرفع من المستوى ديال الفئات ديال الاناث. وحنا يقصدنا نبداو من القاعده من اقل من 7 سنين 8 سنين 9 سنين حتى ل 15 عام باش نهيئوا الخلف للمستقبل ان شاء الله. نعم، اذا لا خوف على فريق الصاد الرياضي المغربي. اخر رساله يمكن لك توجه خاصه للجمهور ديال فريق الصاد لانه هو السند الرئيسي والكبير من اجل عوده الفريق الصاد الرياضي المغربي لقسم الاضواء. فكنهب الجمهور انه يساندنا منذ الدوره الاولى، لان الحقيقه مشكور الجمهور ديال نادي الصاد المغربي، انا وجهوا له الشكر، لان المقابلات الاياب كان دائما الملعب تيكون مملوء على اخره، خير دليل المقابله الاخيره اللي بينوا ان فريق الصاد المغربي له قاعده جماهيريه كبيره، خاصه في حي العكاري يعقوب المنصور تقدم ديور الجامع وحي المحيط. اذا هاد المناطق هذه كلها كانت تساند فريق الصاد، وهاد المناطق اللي ذكرت فهي القلعه ديال الجماهير ديال الصاد المغربي منذ القدم منذ التاسيس. نعم، اذا نتمنى حظ الموفقه لفريق الصاد الرياضي المغربي، الفريق العريق الذي تاسس سنه 1919 بنجومه الكبار، فريق يعني له ارث رياضي كبير، نتمنى له حظ موفقه والعوده الميمونه للقسم الصفوه، لان فريق المكانه ديالو الرئيسيه هي قسم الكبار. اذا كان معي رئيس الصاد الرياضي المغربي جمال سنوسي، مشكورا، نتمنى للفريق حظا موفقا. كان معكم مراد الزلاجي، لكم مني اطيب المنى، والى فرصه قادمه وضيف اخر. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. ام دي جي اس، نربحوا الرياضه.